هازال، خير انت؟ على شو عم تدوري؟ تعرفي منيحة شو عم دور؟ لا والله ما بعرف. بلا هالألعيب إبرو، حدا بعت لي دفتر يومياتك، ولما كنت بدي أقرأ شو مكتوب خفتي، لقيت الفرصة وأخدتي فورا. أنا عن جد ما بعرف عن شو عم تحكي. طلعي فيني، أنا ما عدت هديك هزال الغبية اللي بتصدق كل شي، لهيك بلا هالإنكار وقولي الحقيقة، شو يلي ما كان بدك ياني شوفه بالدفتر؟ ما عندي دفتر مذكرات وما كان عندي أبدا. أنت عم تحلمي حبيبتي. خلص إبرو، أنت عم تلعبي لعبة وأنا بعرف هالشي. منتبهة قدي صايرة عم تتهميني بالأيام الأخيرة؟ ويا ترى حضرتك منتبهة قديش عم تتصرفي بغرابة؟ شو يلي عم تحاولي تساويه إبرو؟ بتفوتي على غرفة أرماك للدوري عطوقك وحدا بيبعتلي دفتر يومياتك، شو عم يصير معك؟ مين عم تلاحقي؟ أنتي. أنا؟ عن جد؟ مو أنا الوحيدة اللي عم أتصرف بغرابة، أنتي اللي عم تتصرفي بغرابة، وخاصة اليوم. كتير عجبني العرض اللي قدمتي، عن جد هزال تمثيلك كتير حلو، برافو. بالنهاية صرتي تسمعيني. مزبوط هالشي إبرو، صرت أسمع كلامك. هلأ ما عندي غير هدف إني يكون مبسوطة مع زوجي. أنا صرت هزال ديمير أغلو، دقت طعم القوة. يمكن أنتي ما تتحملي هالشي أساساً. هلأ ولا بعدين رح أعرف مين اللي سوى هالشي بأرماك، ورح أكتشف مين اللي سحب فيش الجهاز. انتبهي مشان ما تصير الحقيقة بلوى على راسك.